أما الجمهورية فقالت إن فرص حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بقت قليلة في إن هو يلحق مباراة الطلائع، وده طبعاً بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة بيراميدز، وهي الإصابة دي طبعاً أدت لغيابه عن مباراة المصري بورسعيدي الأخيرة. وبرغم ده مش هيواجه برضو الأوروجواياني مارتين الأسارتي أزمة كبيرة في وسط الملعب طبعاً بعد غياب حسام عاشور، لأن الفريق هيستعد وهيستعيد كمان جهود عمرو السولية بعد انتهاء إيقافه، بالإضافة طبعاً لظهور أحمد فتحي وحمدي فتحي واللي ظهروا بشكل كويس جداً قصاد المصري بورسعيدي في المباراة الأخيرة. كمان هيرجع وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمد هاني بعد ما تم شفائهم من الإصابة، بالإضافة لمحمد الشناوي واللي انتهى إيقافه بعد غيابه عن مباراة المصري بورسعيدي الأخيرة. قالت كمان الجمهورية إن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق عمل خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد نهاية التمرين امبارح واتكلم معاه عن بعض الأمور الفنية. لاسارتي كمان إدى اللاعب بعض التوجيهات في التحركات وفي محاولات التسديد في الوقت المناسب، في محاولة منه طبعا إن هو يطور من أداء اللاعب.